إلى ذلك، أقدمت قوات مكافحة الشغب في البصرة إلى تفريق تظاهرة الخريجين أمام شركة الأنابيب النفطية، وأظهرت مقاطع فيديوية حصلت عليها وان نيوز إصابة عدد من المتظاهرين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب. وقف خلينا نشوف الزلمة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أخواننا الأعزاء الأجلاء الأفاضل، نحن الآن في موقع الخور تضامنا مع أخوتنا اللي موجودين بالسجن اللي اعتقلوهم. مناشدتنا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومناشدتنا إلى وزير النفط أستاذ حسان يتدخل بقضيتنا. مثل ما تعرفون إحنا ناس صعبين حد، تهمشت حقوقنا، إحنا ناس ضحكوا علينا، صار لنا 45 يوم ما حد ناظر بقضيتنا. أخواننا اللي انطقوا ساعة التظاهرات اللي اعتدوا عليهم الشغب، فيا أخواني